خمس دقايق مشان الله. ايوه الله. طيب يا هشام خلصت الخمس دقايق، يلا قوم البس وعيك. يا ماما بس خليني اليوم اعطل، والله مش حطلب يوم تاني، بس خليني اليوم اعطل. انت ما بينفع لك الا ابو هشام. ابو هشام تعال شوف هشام. وينه هاد؟ وينه؟ صباح الخير بابا. هيو لابس كيف جاهز؟ هشام تعال جيب شنطتك بدي أدرسك. حاضر يا ماما. بس يا ماما أغلبك، في أي أسلحة طائرة اليوم؟ لا لا حبيبي ما في أسلحة. ماما شو قلنا ما في أي أسلحة طائرة؟ هذا ما إله جنحان، بس تهرب بيصير إله جنحان. فهمت علي يا حلو؟ ماما يلا نبلش ندرس. يلا هسا رح نفتح كم ورقة. رح نفتح شوف. الله يمسحك، قلت لي انه صفحة حلوة.